من سنة ونص في رومانيا كانت الدنيا مقلوبة، والجرايد والقنوات الفضائية، السوشيال ميديا والناس في الشارع، كله ما كانش ورا غير حاجة واحدة بس، سيرة المواطن اليوناني فاسيلي جورجوس، وخلى الناس كلها تشتغل دور المحققين علشان يعرفوا يفسروا ايه اللي حصل له. من 32 سنة فاسيلي كان مزارع عنده 63 سنة وعنده أسرة بسيطة عايشة في قرية هادية جداً في ضواحي رومانيا، وهو الحقيقة كله كان بيشهد له أنه هو راجل مسالم وعايش حياته كلها في هدوء. تحركاته كمان كانت بسيطة جداً، يعني آخره يركب القطر ويروح من مدينة لمدينة جنبهم عشان يجيب لوازم المزرعة بتاعته ويرجع تاني في نفس اليوم. في سنة 1991 خرج وقطع تذكرة القطر وبلغ أسرته أنه هو رايح مشواره المعتاد ومشي، لكن عدى يوم، يومين، تلاتة، والحقيقة أنه هو مرجعش لأهله. أهله قالوا يمكن يكون حصل له حاجة، وقرر أنه هو يبات في البلد اللي كان رايحها دي، مع أنه هو عمره ما عمل الحكاية دي خالص، وراحوا دوروا عليه هناك وطبعاً ملقوش أي أثر ليه. اليوم يجر يوم والأسبوع يعدي أسبوع ورا التاني، والراجل برضو ما ظهرش. طبعاً أهله بدأوا يقلقوا جداً، يكون حصل له حاجة، خاصة إنه سنه كبير، فقالوا ممكن يكون اتعرض مثلا لأزمة صحية. فراحوا على طول يدوروا في كل المستشفيات، مستشفى مستشفى، بس برضو ما كانش موجود. طب يمكن اتورط في مشكلة مثلا واتقبض عليه. طيب يلا نعمل اللفة التانية دي على السجون وأقسام الشرطة كلها، ما كانش فيهم ليه أي أثر. عملوا أكبر عملية للبحث عنه، كتبوا في الجرايد وقالوا للناس كلها يعني حد شافه، لو حد شافه يبلغنا. لفوا على البيوت، سألوا عنه وعلقوا صوره في كل حتة، وكأنه فص ملح وداب. عدت سنة واتنين وتلاتة وبرضه ما ظهرش. خلاص أهله افترضوا وفاته وخدوا عزاه، واتقفلت الصفحة بتاعت فاسيلي للأبد. بس اللي هحكيه لكم دلوقتي مش ممكن حتى تكونوا شفتوه في أي أفلام للخيال العلمي، وحقيقي مش ممكن يجي في بال حد. في 29 أغسطس 2021 جرس الباب ضرب، بيفتحوا الباب لقوا فاسيلي في وشهم. ابنه الحقيقة اترعب لأنه أبوه في وشه، أيوة أبوه اللي المفروض أنه هو مات من 30 سنة. استغربتوا؟ طب وما لو قلتلكوا بقى أن الأغرب أنه هو رجع بنفس هدومه اللي مشي بيها من 30 سنة وفي جيبه تذكرة القطر اللي كان رايح يركبه. دايماً بنردد مقولة الغايب حجته معاه، بس الحقيقة إنه فاسيلي ما كانش عنده أي حجة، ومش فاكر أي حاجة خالص من 30 سنة دول. هو مش فاكر أصلاً إنه غاب عن البيت، ومستغرب جداً من قلق أسرته، بيقول لهم يعني هو في إيه؟ أنا لسه خارج دلوقتي قدامكم، رحت المحطة لقيت القطر فاتني رجعت. كل الناس حاولت معاه، أهله، الدكاترة النفسيين، علماء النفس، رجال الدين، كلهم قعدوا معاه. الراجل مش بيكذب ولا بيلف ولا بيدور ولا مش عايز يحكي، هو فعلا مش فاكر أي حاجة خالص عشان يحكيها، حاجة تجنن العقلين. الرأي العام في رومانيا مهتمش أصلا بالجانب الإنساني بتاع القصة دي، ولا اهتم بحرارة لقاء الأسرة بعد الغياب ده كله، ولا عن خضة الراجل لما شاف عياله كبروا، ولا عن خضتهم هم لما شافوه بعد ما افتكروا أنه هو مات، ولا كمان عن أنه فاتوا في الدنيا 30 سنة. كل اللي كانوا بيسألوا طب هو الراجل ده راح فين 30 سنة يا جماعة؟ الدولة بتقول أنه ما كانش موجود في أي مكان تابع ليها. طب يعني راح فين؟ اتخطف؟ طب اللي هيخطف راجل عنده 63 سنة هيعمل بيه إيه يعني؟ طب افتراض ان هو اتخطف، ايه الفايدة في احتجازه لمدة 30 سنة؟ وبعد فشل كل التخمينات، كذا كاتب ومفكر كتبوا ان عندهم ايمان كبير ان هو اتخطف من فضائيين وحجزوه السنين دي كلها يعملوا مثلا عليه تجارب بعد كده رجعوا تاني. وبيستشهدوا كمان بكذا حاجة، اولا ان صحته زي ما هي من 30 سنة، رغم ان هو لما رجع المفروض إن بقى عمره 93 سنة. تاني حاجة إن هو بنفس لبسه اللي ما تغيرش
وتذكرته القديمة كمان في جيبه. وكمان المفكرين والمحللين دول بيعتقدوا إنه الفضائيين اللي خطفوه دول عملوا له غسيل مخ أو غسيل للذاكرة ورجعوه تاني مكان ما أخدوه. ناس كتير من الشعب طبعاً صدقت الرواية دي لأنه والحقيقة مفيش حاجة تتصدق غيرها، وأطلقوا عليه الراجل اللي خطفوا الفضائيين. يا ترى إيه اللي حصل في ذاكرة الراجل المفقودة؟ الله أعلم. وإيه مدى واقعية الرواية اللي بتحاول تدي تفسير وحيد للي حصل له؟ الله أعلم. لكن لحد النهاردة بتظل قصة الرجل ده عبارة عن لغز كبير.